الله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر أمرنا ووفقنا لما تحب وترضى. مبحث اليوم الصفحة 71 تقريبا، صفحة 71. سئلت في المرة الماضية من الأخوات في مسألة الحلف بالقرآن، أنا أشرت إلى هذا في الدرس، في الحقيقة ذكرت أن الإقسام بالقرآن جائز باعتباره صفة من صفات الله جل وعلا، ولا يقسم بالمخلوق مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولو كان هذا المخلوق هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا المخلوق هو الكعبة، ولو كان شيئا مشرفا، لا يجوز الإقسام به، ولا يصح الإقسام بالمخلوق إلا من الله جل وعلا، كما في كتابه والشمس وضحاها وغيرها، وهذه الأشياء أقسم الله بها لبيان عظمتها وعظمة خلقه جل وعلا. الإيمان بالقدر، نبدأ بموضوعنا. قال الإمام ابن أبي زيد رحمه الله، نعم، قال: الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك من قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره، من شقي أو سعيد، تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لكل شيء إلا هو، رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم. طبعا هذا الكلام فيه جملة من المسائل، هذا الذي ذكره الشيخ هنا فيه جملة من المسائل. نبدأها أولا بمسألة تعريف القضاء والقدر. شن معنى القضاء والقدر في الحقيقة؟ العلماء لما تكلموا على القضاء والقدر، هناك من قال إن القضاء والقدر مترادفين نفس المعنى، يقصد به ما قدر الله عز وجل وأراد في كونه، سواء ما قدره أزلاً أو ما أراده حالاً. وهناك من يجعل القضاء يسبق القدر، يعني القضاء ما كان في علم الله جل وعلا قبل أن يحدث، والقدر هو ما أحدثه الله عز وجل. وهناك من يعكس المعنى فيقول القدر القضاء هو ما يحدث الآن، والقدر هو التقدير، ما قدره الله عز وجل قبل ذلك. فالمعنى من حيث الاصطلاح هذا المقصد، يعني إما أنهما مترادفان يقصد بهما ما كان في علم الله عز وجل وما قدر، يعني ما حدث في الكون، وإما أن أحدهما يسبق الآخر، يعني بعضهم يقدم القضاء على القدر، وبعضهم يقدم القدر على القضاء. عارف واضح الكلام هذا ولا لا؟ نعيد، نقول القضاء والقدر لفظ الكلمتين هادو نفسهم، في اللي يقول القضاء يساوي القدر بلغة الرياضيات، تمام، القضاء يعني معنى القضاء مرادف تماما في المعنى للقدر، اللي هو يقصد به شنو؟ يقصد به جملة ما كتب الله عز وجل وما قدره في الكون، يعني يشمل المعنيين، يشمل ما كتب الله، ما علم الله في كونه، وما كتبه في كتابه، وما أراده، وما حدث من خلقه حقيقة، يعني يشمل المراتب هذه الأربعة. يعني القضاء والقدر كل منهم يشمل هذه المعاني الأربعة، واضح. وهناك من يجعل القضاء هو ما يتعلق بالعلم السابق والإرادة السابقة من الله عز وجل، والقدر هو الشيء اللي يحدث في الأرض اليوم. وهناك من يجعل صورة عكسية، فيجعل
القدر هي القدر هو تقدير الله عز وجل وما كتبه في وما علمه وما كتبه، والقضاء هو قضي الأمر الذي فيه تستفتي، يعني الأشياء التي حدثت بالفعل. مش عارف الكلام هيك توضح ولا لا. المسألة الثانية اللي تذكر هنا حتذكر الآن، نذكر الكلام هذا. المسألة الثانية، احنا تكلمنا في المعنى العام للكلمة فقط، في حاجة اسمها مراتب القدر، مراتب القضاء والقدر. هناك من يجعلها مرتبتين، هناك من يجعلها أربعة، يفصل يعني. اللي يجعلها مرتبتين يجعل العلم والكتابة مرتبة، والمشيئة والخلق مرتبة. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، هكذا قال الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. فيقصد به إيش؟ الكتابة السابقة، إن الله عز وجل كتب ما كائن ما وما يكون. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فمراتب القدر، إذن أول مرتبة هي مرتبة العلم. شو المقصود بمرتبة العلم؟ أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون كما يعبر بعض أهل العلم. إن الله عز وجل يعلم أفعال عباده قبل أن تحدث. واضح الكلام؟ أن الله عز وجل يعلم مقادير عباده قبل أن تحدث، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالله عز وجل سبق علمه أفعال الخلائق، وهذه المرتبة هي التي نازع فيها غلاة القدرية. أول ما ظهر مبحث القدر، أول ما ظهر الخلاف في باب القدر، كان الخلاف في هذه القضية، اللي هو من أجله روى عبد الله بن عمر الحديث المشهور، اللي هو حديث جبريل، مشهور بحديث جبريل في صحيح مسلم، لما يذكر القصة أن قوم جاءوا من البصرة فجاءوا إلى ابن عمر وقالوا ظهر من قبلنا أقوام، قالوا طلعوا لنا ناس يزعمون أن الأمر أنف. شو معناها أنف؟ قالوا يعني الله عز وجل ما يعلم الشيء لن يصير. فحدثهم عبد الله بن عمر بحديث جبريل ثم قال أخبرهم أنهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر. وهذه اللي قال فيها الإمام الشافعي ناظروهم بالعلم فإن نفوا العلم كفروا، يعني القدرية الغلاة لينفوا العلم هؤلاء أصلا يخرجوا من الدين ابتداء. إذن أول مرتبة في القدر هي مرتبة العلم. نقصد بمرتبة العلم شنو؟ أن الله عز وجل يعلم ما هو كائن إلى يوم القيامة، بل هو يعلم ما هو كائن أزلا، يعني لا ابتداء لعلمه ولا انتهاء. المرتبة الثانية في مراتب القدر وهي مرتبة الكتابة. مرتبة ثانية في مراتب، يعني الإنسان يؤمن أولاً أن الله يعلم الأمور كلها قبل أن تكون، هذه أول مرتبة في الإيمان بالقدر. مرتبة ثانية أن الله، أن العبد ينبغي أن يؤمن أن الله عز وجل كتب هذه الأشياء كلها فهي عنده في كتاب. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذه تسمى مرتبة الكتابة. والكتابة هنا العلماء يتكلموا على عدة كتابات، يتكلموا على الكتابة الأزلية اللي هي هذه قبل أن يخلق الخلق،
ويتكلمون عن كتابة عمرية، أن الإنسان عندما يكون يعني يتكون في الرحم يكتب الله، يرسل يبعث الله ملك فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، يسمونه في الكتابة العمرية، يعني يكتب لكل إنسان ما يحدث له في عمره من بداية عمره قبل أن يولد بنفخ الروح. الكتابة الثالثة يسميها العلماء الكتابة السنوية، وهذه يذكر العلماء أنها تكون في ليلة القدر. والكتابة الأخيرة هي الكتابة اليومية. وعلى هذا ذكر شارح الطحاوية رحمه الله الإمام ابن أبي العز، قال ذكر أنواع الأقلام التي تكتب، فقال أولها وأشرفها وأعظمها هو الذي كتبت به مقادير الخلائق ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال وهو القلم الذي أقسم الله عز وجل به في قوله نون والقلم وما يسطرون. ثم ذكر قلما آخر وهو القلم الذي يكتب به الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به بلغ إلى موطن سمع فيه صريف الأقلام، قالوا هذه الأقلام التي تكتب الوحي، ما يوحي الله عز وجل به إلى عباده إلى رسله. وهناك قلم آخر وهو ما تكتبه الملائكة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هو ما يكتب للإنسان من أعمال من أثناء فعله لهذه الأشياء. إذن مرتبة العلم، ثم مرتبة الكتابة، ثم المرتبة الرابعة التي ينبغي للإنسان أن يؤمن بها وهي مرتبة المشيئة، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. حديث ابن عباس قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلتسمى مرتبة المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يحدث زي ما ذكر في كونه إلا ما أراد جل وعلا. لذلك ذكر نقل الشيخ هنا قصة لبعض المعتزلة، أن أعرابي جاء يطلب من أحد المعتزلة، سنذكر اسمه بعدين في الله، فطلب منه أن يدعو له، قال ادعي لي أنا عندي ناقة قد سرقت، أظنه عمرو بن عبيد أو غيره، فدعا قال يا ربي إن ناقة فلان قد سرقت وأنت لم ترد سرقتها، باعتبار أنهم يرون أن هذا شر والله عز وجل منزه عنه في ظنهم، وهذا سيأتي الحديث عنه. فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك، شوف الفطرة لما تكون سليمة. هذا دعا له قال له يا رب انت راك ما تبيش تنسرق ناقته وسرقت، فقال لا حاجة لي بدعائك، ما دام قد سرقت وهو لا يريد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد، ليش تدعي لي من؟ شوفوا سلامة الفطرة في المعتقد في مثل هذه القضايا. هذه تسمى مرتبة المشيئة. ثم آخر المراتب مرتبة الخلق، وهو أن الله عز وجل هو الذي يخلق العباد، كما قال يخلق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فالله عز وجل يخلق أفعال العباد إن كانت خيرا أو كانت شر، لأن من الناس من يرى مثلاً بعض النصوص التي فيها نوع من التأدب مع الله عز وجل، مثل مثلاً قول إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء والشر ليس إليك،
فيظن أن المقصود أن الله عز وجل لا يخلق الشر، وأن ما يحدث من أمور الشر هي ليست من خلق الله، ويظن أنه بذلك ينزه الله عن الشر، وهذا المعنى غير صحيح. أولاً، لأن من قال هذا قال تأدباً مع الله، وإلا فالخير والشر هو من فعل الله عز وجل وخلقه. وثانياً، حتى لو سلمنا بهذا المعنى، فإن ما يقضيه الله عز وجل في عامته هو خير، لأنه يدخل في حكمة الخلق، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فهو باعتبار فعل الله خير. لكن ليس معنى هذا أنه يحدث في كون الله عز وجل ما لا يخلقه الله أو ما لا يريد الله. لذلك قال العلماء: لذلك سميت القدرية مجوس الأمة. ليش؟ فيما شابه المجوس. قالوا: لأن المجوس قالوا يعبدون النور والظلمة، فالنور هي إله الخير والظلمة هي إله الشر. قالوا: النور هذا هو اللي يأتي منه الخير ويخلق الخير، والظلمة هي التي تخلق الشر. فشابه المجوس في هذا، في هذه الثنائية. فهؤلاء قالوا: الله عز وجل يخلق الخير والعبد هو الذي يخلق الشر. إذن مراتب القدر شنو؟ أربع. إذا فصلنا قلنا أربع، وإذا أجملنا نقول اثنين. في التفصيل نقول: العلم، مرتبة العلم والكتابة، مرتبة العلم هذه الأولى، ثم مرتبة الكتابة، ثم مرتبة المعرفة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. أشفئة، ثم مرتبة الخلق. معانا الأخوات، مرتبة العلم يقصد بها أن الله عز وجل يعلم ما هو كائن، ومرتبة الكتابة أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق، ومرتبة المشيئة أنه لا يحدث في كون الله إلا ما شاء الله عز وجل، ومرتبة الخلق أن الله عز وجل هو الذي يخلق أفعال العباد. قلنا غلاة القدرية، قدرية الأوائل، كانت إشكال يعني خلافهم في مرتبة العلم، يزعمون أن الله عز وجل يحدث في كونه ما لا يعلمه. قالوا: لأن إذا قلنا أن الله عز وجل يعلم ما يحدث، إذن بمقدور المخلوق
أن يغير ما هو في علم الله. وهذا الكلام غير صحيح. لما؟ ليش؟ لأن العبد في الحقيقة لا يدري ما هو في علم الله حتى يغيره، صح؟ لا يدري ما هو في علم الله حتى يغيره، وبالتالي علم الله عز وجل ينكشف متى؟ أنت يحدث فعل علم لما يحدث الحدث، فهنا يظهر علم الله للمخلوق، أما قبل ذلك ما أدراه بعلم الله السابق. وناس آخرين خالفوا في مرتبة المشيئة والخلق، قالوا إذا كان الله عز وجل، إذا كان العبد ما عندهش إرادة وأفعال يخلقها الله، معناها شنو؟ هذا ظلم. قالوا هذا ظلم، وهذه المعتزلة لذلك من أصولهم كما ذكر الشيخ عندهم أصل اسمه العدل. شنو يقصدوا بالعدل؟ أن أفعال العبد مخلوقة ومرادة منه وليست مرادة من الله عز وجل. قالوا لأن لو كان بنقول أن هي مرادة من الله مخلوقة، يعني مخلوقة من الله، معناها العبد يدير في شيء وربي حاسب عليه وهو لا إرادة له فيه. إذن الله عز وجل بهذا، تعالى الله عما يقولون، ظلمه بهذا الأمر. لذلك قالوا مرتبة العدل تقتضي أن العبد سيد نفسه وأنه هو الذي يفعل ما يشاء، وأن الله عز وجل لا يفعل معه شيء. وأتوا بقول مع أنه من الأدلة التي يعني حج عليهم وليست لهم، من أدلتهم في النصوص قالوا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الآية في الحقيقة حج عليهم من جهة أن الله عز وجل أثبت الرمي للنبي صلى الله عليه وسلم، أثبته من وجه ونفاه من وجه، أثبته كفعل ونفى عنه الإصابة، فجعل الرمي من العبد والإصابة من إيش؟ من الله عز وجل. وقالوا يعني مذهب هؤلاء غير كونه يرد بالنصوص، يرد بالعقل. قالوا إن الإنسان هذا نفسه لو سرق منه شيء أو ظلمه أحد أو ضربه أحد أو شاتمه أحد، كان واحد جاء شتمه، شن بيصير في الإنسان هذا اللي يقول أنا هذا في الجبرية؟ سيأتي. نعم. طيب، يبقى تكلمنا الآن على موضوع القدرية، معلش نعيد الكلام لأن تداخل الكلام بعضه في بعض. قلنا موضوع القدرية يخالفون فيش؟ في قضية إيش؟ العلم، هذه غلاة القدرية. والقدرية الوسطى إذا صح التعبير يخالفون في مسألة المشيئة أو في مرتبة الخلق. وهؤلاء منهم في الحقيقة المدرسة الأشعرية اللي عندهم شيء يسمى الكسر. قال بعض النظام، قال مما يقال ولا حقيقة تحته، ذكر جملة من الأمور، قال والكسب عند الأشعري وطفرة النظام. يعني قال في أقوال لما جيت تبي تفصفصها ما تلقالهاش حقيقة، لأن حقيقة الكسب عند الأشعرية تردنا إلى مذهب الجبر، سيأتينا الحديث عن الجبر. أنا بنمشي مع ترتيب الكتاب لأني أنا فقط حبيت نتكلم على تعريف القضاء والقدر، لأنه لم يشير إليهم الشيخ هنا، يعني قصدي لم يتكلم على الأقوال الثلاث، أشار إلى قول واحد فيها، ومراتب القدر لأن جاءت في طيات الشارح لكنها لم تذكر على سبيل التفصيل. المسائل التي ذكرت في هذا الكتاب، خلينا نمشي مع كلام الشيخ، مما يجب الإيمان به الإيمان بالقضاء والقدر، هذا الكلام في صفحة 71. قالوا في الفرق بين القضاء والقدر أن القضاء هو الإرادة الأزلية المقتضية لنظام الموجودات، قلنا هذا ما يتعلق بالتقدير العام، والقدر تعلق تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتها، قلنا فيه اللي يقول القول هذا، فيه اللي يعكسه، فيه اللي يرى أنهم مترادفات، ذكرنا هذا الكلام. وكل ذلك مكتوب مثبت عند الله جل وعلا في اللوح المحفوظ، أشرنا إلى قضية الكتاب. أول مسألة ذكرها الشيخ ما يعرف بالخوض في القدر،
قال أن الخوض في القدر هو من المسائل التي ظهرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتحدثون في القدر، فقالوا كأنما فقي في وجهه الرمان، يعني احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب، ونهاهم أن يضربوا القرآن بعضه ببعض، وأمرهم أن يؤمنوا ويسلموا بالقدر. قال أصحابهم يختصمون في القدر فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني لا ينبغي للإنسان أن يخوض في القدر خوضا تلتبس به المسائل، مش معناه أن الإنسان ما يتكلم فيه. لذلك يذكر شيخ الإسلام تيمية عن عبد القادر الجيلاني قال كل الناس إذا جاءوا إلى القدر أمسكوا، لكني فتحت لي فيه روزنة، يعني فتحت لي فيه قوة أو فتحة صغيرة، وأفهم في هذا الباب، وهو أني أعالج قدر الله عز وجل بقدر الله. وهذه الكلمة ذاتها قالها عمر رضي الله عنه، قال عمر لما ذهب إلى الشام عارضه بعض الصحابة في الدخول إلى الشام لأنه كان فيها طاعون، وبعضهم طلب منه أن يدخل، فعمر كأنه مال ألا يدخل إلى الشام، فبعض الصحابة، طبعا قصة طويلة فيها أن شاور الصحابة السابقين ثم المهاجرين ثم الأنصار ثم كبار قريش، قصة المهم، لكن المهم أنه لما أراد أن ينصرف، لما عزم على أن يأخذ بالرأي الذي يقول بعدم الدخول للشام، قال له بعض الصحابة أتفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. قال أنا يعني هذا قدر وهذا قدر، لا أدري أين الخير، فأنا أفر من قدر الله إلى قدر. أرأيت لو أنك مررت بواد فيه عدوتين، يعني فيه جهتين، تأخذ يمين ولا بتأخذ يسار؟ عدوة خصبة وأخرى مجدبة، أنت بترعى ولقيت جهة خصبة وجهة مجدبة، ألست لو رعيت في العدوة المجدبة ترعى بقدر الله، ولو رعيت في العدوة الخصبة أنت ترعى بقدر الله، لكن الله عز وجل أعطاك العقل باش تختار إيش أفضل الخيارات، فأنت تفر في الحقيقة، أنت في هنا في قدر الله وهنا في قدر، لكنك تختار ما هو أنزل. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وحدثهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نزل الطاعون ببلد فلا تدخلوها، فقال الحمد لله لأنه وفق إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد، فعبد القادر الجيلاني قال فتحت لي فيه روزنة، فأنا يعني أدافع قدر الله عز وجل بقدر الله، بمعنى أن الإنسان يدفع قدر الله في الجوع بقدر الله في الأكل، ويدفع قدر الله في الدم بقدر الله في التوبة، ويدفع قدر الله عز وجل في القضاء بقدر الله في الدعاء، هذه أقدار، هذا قدر وهذا قدر، وأنت تدفع بعض أقدار الله بأقدار الله. لذلك قالوا لا يرد القضاء إلا الدعاء، وإن الدعاء والقدر لا يعتلجان في السماء. وهذه ستأتينا في قضية الكتابة والمحو، وسيذكرها الشيخ حفظه الله. ثم انتقل الشيخ إلى الحديث عن مذهب الاعتزال، وذكر أصول المعتزلة الخمسة، ذكر أصول المعتزلة الخمسة. أول الأصول التي ذكرها وهو التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد أو إنفاد الوعيد. هذه خمس أصول للمعتزلة، حقيقة تكلم عليها الشيخ بشكل مختصر، فنشير نحن إلى معاني. يقصدون بالتوحيد نفي الصفات، فهم يرون أن إثبات الصفات يعني تعدد الموصوف، لذلك رأوا أنهم في توحيدهم أنهم إيش ينفوا الصفات. مذهب المعتزلة هو مذهب من مذاهب الأمة، أسسه واصل بن عطاء، وأصل تسميته بالمعتزلة لأنه اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله وأسس ما يعرف اليوم بمذهب الاعتزال. الأصل في مذهب الاعتزال أنه يقوم على تقديم العقل على النقل، وأنه يعارض النصوص الشرعية ببعض ما يظنه مسلمات عقلية، ويرون في الأصل أنه إذا تعارض العقل والنقل يقدم العقل على النقل،
وقاعدة أصلاً أن يوجد التعارض بين العقل والنقل ابتداءً غير قائم، إنما هو تعارض متوهم، والأصل أنه إذا تعارض العقل والنقل يقدم النقل وليس العقل، لأنه هو الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء يرون بهذه القضايا، فأصلوا جملة من الأصول. أول هذه الأصول يسموا فيها التوحيد، وهو نفي الصفات، فينفون الصفات عن الله. خلينا احنا مسألة نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وكذا. هناك طوائف نفت الصفات، منها معتزلة ومنها الجهمية ومنها طوائف أخرى أولت الصفات، بمعنى أثبتت البعض وتصرفت في البعض، زي مثلا مدرسة الأشعرية وغيرها. واللي ضيق الوقت ما ذكرناش تفاصيل هذه المسائل، لعل إذا يسر الله نتكلم عنها تفصيلا إذا كان هناك زيادة في المدة. الأصل الثاني غير التوحيد اللي هو قلنا إيش؟ العدل. ويقصدون بالعدل شنو؟ أن العبد يخلق أفعاله، واللي هم بدوا بقضية شيء سموهم وجوب الأصلح، أن الله عز وجل يجب عليه أن يفعل الأصلح، والأصلح في حق الخلق أن الإنسان يقوم بما يعني بفعله مستقلا، لأن لو خلق الله أفعاله معناه يلزم إيش؟ أنه يعاقب على شيء ليس من كسبه. تمام. الأصل الثالث عند المعتزلة سموا فيها المنزلة بين المنزلتين، وهذه في قضايا الإيمان حتأتينا. المنزلة بين المنزلتين شنو يقصدوا بها؟ يقصدوا أن إحنا عندنا مسلم وكافر، صح؟ مسلم من أهل الجنة والكافر من أهل النار، هذا الأصل. طيب هناك في الوسط اللي هو صاحب الكبيرة وصاحب المعصية، شنو ما هو حاله؟ أهل السنة يقولوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو في الدنيا من أهل الوعيد، يعني يوم القيامة من أهل الوعيد، إن شاء الله عز وجل أدخله الجنة وإن شاء عذبه، ومآله إلى الجنة، حتى لو عذب الله عز وجل سيعذب ثم مآله إلى الجنة، هذا قول أهل السنة. فهو مسلم في أحكام الدنيا، ويوم القيامة هو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فمآله إلى الجنة، حتى لو دخل النار يخرج منها بشفاعة شافعين أو بغيرها، لأنه لا يخلد في النار. المعتزلة عندهم هذا الفاسق اللي هو صاحب الكبيرة، يقولون أن الخوارج كفروا فيه، يرون صاحب الكبيرة كافر، والمرجئة قالوا لا، صاحب الكبيرة هذا مؤمن كامل الإيمان، ما يأثرش، لا يضر مع الإيمان ذنب، فما دام الإنسان مؤمن خلاص. ما ويقصدون بالإيمان مجرد التصديق. فهم قالوا احنا نفر من هذا ونقول هو في منزلة بين المنزلتين. بشن منزلة بين المنزلة؟ هو في الدنيا لا هو مسلم ولا هو كافر، لكنه في الآخرة من أهل النار، فهم حكموا له في الآخرة أنه من أهل النار، وجوا في الدنيا قالوا وحكم منزلة بين المنزلتين لا يستقيم. طيب أنا إذا مات يورث من المسلمين ولا لا يورث؟ نقبره مع المسلمين ولا نقبره مع الكفار؟ ولا نجي في النص ندير مقبرة خاصة للمنزلة؟ فأنا عندي أحكام في الدنيا، فما فيش حاجة اسمها منزلة بين منزلتين، يا إما مسلم يا إما كافر. يا تقول مسلم حطها في مقابر المسلمين، يا بتقول كافر منهم. يا مسلم المرأة المسلمة اللي عدمتها تقعد في ذمتها، يا إما لا كافر، معناه يفرق بينهما. لكن ما فيش حاجة في الإسلام اسمها منزلة بين منزلتين. لكن هم فرارا من القولين أرادوا أنهم ينشئوا قول ثالث، لكنه قول غير صحيح. وبعض الأقوال كما يقال تصورها يكفي في إبطالها، وهذه من الأشياء اللي تصورها، مجرد أنك تتصور أنك أنت باي كيف بتعامله هتلقى روحك أنك أنت تبطل هذا القول. المسألة الثالثة اللي سموا فيها هم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون بذلك الخروج على الحكام مطلقا، سواء هذا الحاكم كفر أو جار أو ظلم، كل من يرونه هو حتى لو رأوه هم فقط ظالم، فيرون أنه يجب الخروج عليه، يسموا في هذا من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقاعدة أهل السنة في هذا أنه لا يجوز الخروج على الحاكم وإن ظلم، لا يخرج عليه إلا إذا كفر، وحتى في حالات الظلم إذا يعني لا يخرج عليه إلا إذا أمنت الفتنة، بمعنى أنه يقع تغيير لا تترتب عليه مفاسد، لكن لا ليست على إطلاق أن كل من هب ودب يعني يخرج على الحاكم. وإن كان وقع الإجماع في الأمة على أن الظالم الأصل أنه لا يخرج عليه. الوعد والوعيد لما قلنا احنا إنفاد الوعيد يقصدون به أنه تنفى الشفاعة، وأن من دخل النار لا يخرج منها،
بعضهم يقول شفاعة الرسول للتقي من الورى وليس للشقي. يعني انتوا تقولوا الشفاعة، نقول لك صح شفاعة، لكن الشفاعة لمنه؟ للتقي. أما الشقي فلا شفاعة له، ليدخل هذا يشفع له قبل الدخول إلى النار، لكن إذا دخل إلى النار فلا شك أنه من أهل الخلود. وهذه المعاني كلها غير صحيحة، وهي مخالفة لأصول أهل السنة. شرح طبعا الشيخ هذه المنازل، بعدين تكلم على معتقد أهل السنة في القدر. صفحة 74: أهل السنة والجماعة يقولون الأمر كله بمشيئة الله، لا يقع شيء في الوجود من خير أو شر أو نفع أو ضر إلا بمشيئة الله. ذكرنا احنا أن بعض الناس يرى أن الشر لا ينسب إلى الله، وهذا المعنى شرعا غير صحيح. ما يتعلق بإحنا الكلام الأساسي اللي بنتكلم عليه، اللي العنوان الأساسي هو الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، ما نبوش نطلعوا منه. الإيمان بالقضاء والقدر، أول شيء ذكرناه في قضية الإيمان بالقضاء والقدر، قلنا مسألة الفرق بين القضاء والقدر، قلنا هناك من يرى أنهم مترادفات، يعني معناهم واحد، فيشمل زي قضية الإسلام والإيمان، يعني القضاء يساوي القدر، بمعنى القضاء يتعلق بعلم الله ومشيئته وخلقه وإرادته، يعني في المراتب كلها قاعد، والقدر كذلك. وفيه اللي قال لا، القضاء يتعلق بالجزء الأول العلم والمشيئة، والثاني يتعلق بالخلق والإرادة، تمام. وفيه اللي قال العكس، لا القدر هو اللي يتعلق بهذا والقضاء يتعلق بهذا، فهذا المعنى. بعدين جينا لحاجة اسمها سميناها احنا مراتب القدر، مراتب القضاء والقدر، قلنا هذه قسمها أهل العلم على التفصيل أربع مراتب، كنا بنفصله فيها بنقوله أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. كان بنجمله بنقوله مرتبتين، فالعلم والكتابة مرتبة والمشيئة والخلق مرتبة. بعضهم يقسمها هيك وبعضهم يقسمها هيك، تمام. بعدين جينا في قضية، طيب قلنا القدر هذا راه أول من 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 أوائل الأمور اللي حدث فيها الخلاف. الصحابة مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتحدثون عن القدر فنهاهم، ذلك قال ابن مسعود: إذا جاء الحديث عن القدر فأمسكوا، ما تكترش فيه الكلام. وفي كلمة الإمام علي: الإيمان القدر سر الله، يعني هو أصلا اسمه إيمان، يعني فيه تسليم بالقضاء والقدر. وإلا أنت لو بتناقش بشكل عقل يستجد أنك أنت الشيطان حيتسلسل معك في قضايا كثيرة، لكن الذي يردك عنه أن علم الله وكتابته لا تنافي ما يحدث، لأنك أنت يعني باللغة البسيطة هناك فرق بين ما تفعله إرادة وما تفعله بغير إرادة. حتى في تقسيم العضلات في الجسم يقول لك هذه عضلات إرادية وهذه عضلات غير إرادية. شو معناها إرادية؟ يعني أنت تحرك فيها كما شئت، بينما هناك عضلات مثلا في جسمك تتحرك بروحها، قلبي ينبض بروحه، الهضم يهضم، تسمى عضلات. إذا فيه فرق بين الذي تحركه بإرادتك وبين الذي تحركه بغير إرادتك. لذلك بعض أهل العلم يذكر عبارة، أنا حقيقة أتجنب فيها في كذلك، لكن لا ذكرها الشيخ فنذكرها، أن فيه في حياة الإنسان فيه نوع من التسيير والتخيير، يعني هناك قضايا فيها عضلات لا إرادية، وهناك قضايا فيها عضلات إرادية. هناك تصرف يفعله الإنسان بإرادته وهو الذي يؤاخذ عليه، وهناك أشياء هي بغير إرادته بالتالي لا يؤاخذ عليها. لذلك حتى في الكتابة نص الحديث أن الخاطر أو حديث النفس لا يكتب. متى يكتب؟ إذا صار همًا أو عزمًا، على خلاف الحديث. إذا كان خلاص عزم بيدير أو هم بالفعل،
فهذا خلاص هو انطلق إرادته تحركت. أما ما دام خاطر وحديث نفسه كذا لا يؤاخذ عليه. أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به ونتحدث به. أين الآية لله ما في السماوات وما في الأرض تبدو ما في أنفسكم وتخوذ حاسبكم به الله؟ اعترض الصحابة فنزل التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. متى تؤاخذ؟ بالكسب، بالفعل الذي يبدأ بدرجة الهم والإرادة إلى أن ينتهي إلى حدود الفعل. ذلك لما قال القاتل والمقتول في النار، ليش علل النبي صلى الله عليه وسلم بما؟ قال لأنه كان حريصا على، قال ما بال القاتل هذا عرفنا، فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، غير سبق أجل. واضح؟ هذا اللي يعنينا نحن في الموضوع. مراتب القضاء والقدر هي هذه المراتب الأربعة. جت قضية التسيير والتخيير اللي هي نعبر عنها بلغة أدق شوية. عندنا شيء اسمه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، دائرتين. هذه الإرادة الكونية وهذه الإرادة الشرعية. أنت مطالب أن تدفع قدر الله اللي هو الإرادة الكونية بأمر الله الذي هو الإرادة الشرعية. أنت مطالب أن تدفع قدر الله بأمر الله. وين تؤاخذ؟ لا تؤاخذ في قدر الله، إنما تؤاخذ في تقصيرك في أمر الله. واضح؟ الإنسان لا يؤاخذ لماذا مرض، لكن قد يؤاخذ لماذا لم يتداوى. تمام؟ وضحت هذه؟ يعني أنت مطالب شرعا، هذه متاع التسيير والتخيير، نقول إحنا في شيء اسمه الإرادة الكونية اللي هو أمر الله العام في كونه، وهناك إرادة شرعية اللي هو أوامر الله عز وجل. فالله عز وجل طلب منك أن ترد أقداره بأوامره. ما ذكرت أنا في اللي يقول بعبارة أنه مسير فيما لا يعلم ومخير فيما يعلم، وفي الحقيقة مسير فيما لا يؤاخذ ومخير فيما يؤاخذ. يعني الحساب، دائرة الحساب والمؤاخذة وين؟ في التكليف، في التكليف. والتكليف هو وين؟ اللي عندك فيه أنت مجال الفعل وعدم الفعل. لذلك مثلا من موانع التكليف شنو؟ الإكراه. والإكراه شنو يقصد به؟ الإكراه الملجي. ليش يقول لك إكراه ملجي؟ لأنه يمنع الإرادة. ليش الإكراه ملجي؟ الإنسان لو أكره على القتل مثلا، أو أكره على فعل من الأفعال، من أفعال المعصية بأي صورة من الصور، مو من يكون إكراه معتبر شرعا، فهذا لا يؤاخذ. ليش؟ قالوا لأنه انتفت عنده الإرادة. فلما اندفت عند الإرادة هي محل المؤاخذة، الإرادة. فهذا يريك أن الإنسان إيش؟ في الحقيقة مريد مختار. وهذا الفرق بينه وبين المكره، وإلا لصار المكره وغير المكره سواء. صح؟ هذه بالنسبة لي ما يتعلق بمراتب القضاء والقدر. المسألة الثالثة أيضا ذكرها الشيخ هنا، أو الرابعة، نعم، ذكر مسألة عنون لها الشيخ بالاحتجاج بالقدر. الاحتجاج بالقدر. شو نقصد بالاحتجاج بالقدر؟ أن لو شاء الله ما أشركنا. مشركين لما فعلوا قالوا لو شاء الله ما أشركنا، ربي سبحانه وتعالى شاء ففعلنا. فالقرآن رد عليه. لكن قبل أن نتكلم عن إذا المقصود بالاحتجاج بالقدر، أن الإنسان يحتج بقدر الله في معاصي. لذلك العلماء يفصلوا يقول لك يحتج بقدر الله في المصائب ولا يحتج بقدر الله في المعائب.
شو المقصود بالكلام هذا؟ انك انت فيما يتعلق بالمصائب قد تحتاج تقول هذا قدر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لا نملك نحن من أمرنا شيء، هذا احتجاج بالقدر في الحقيقة، لكنه يصح في المصائب لأن الإنسان لا يستطيع دفعها، لكنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر في المعائب في الذنوب. ما تقولش والله أنا ربي قدر علي أن أفعل هذا الفعل، أن أسرق هذه السرقة، لا يجوز. فيجوز الاحتجاج بالقدر في المعائب ولا يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب. طبعا أصل الاحتجاج بالقدر هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة آدم وموسى، وهذا كتب فيه ابن تيمية رحمه الله رسالة في القدر، الاحتجاج بالقدر. آدم حاج موسى، حاججه موسى في قضية يعني لما أخرجتنا من الجنة، قال له يعني أنت تسببت في خروجنا من الجنة. فآدم لما رد عليه قال له أنت كليم الله وأعطاك الله التوراة وكلمك، تحتج علي بأمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق، واضح يعني مسألة أن أصلا بقاءه في الجنة كان بقاء مؤقتا، ومسألة يعني في الحقيقة إخراج آدم لم يكن بسبب الذنب في أصله، إنما أن الله عز وجل قدر ابتداء أن آدم ينزل إلى الأرض. فآدم لما ناقش لم يناقش في، لم يحتج على الذنب، إنما احتج على أو لما رد على العقوبة وليس على الذنب. وموسى لما حاججه على الذنب، فحصل الرد في أن الله عز وجل قدر علي النزول من الجنة قبل أن يخلقني. أما مسألة الذنب لم يذكره آدم في الاحتجاج، لأنه من قبيل المعصية التي يعني لا يحتج عليها بالقدر. هذه قضية. وذكر الشيخ هنا بعض الردود، منها أن هذا الاحتجاج ابتداء كان في دار البرزخ ولم يكن في الدنيا، وهذا يعني لهذه الدار خواص غير خواص الدنيا. ومن المسائل أيضا التي يعني تذكر في هذا الباب ما ذكرنا من قاعدة أهل العلم، لا يحتج بالقدر في المعائب يعني في الذنوب، إنما يحتج بها في المصائب. هذه من المسائل التي ذكرها الشيخ في هذه القضية. من الأشياء المهمة اللي نريد أن نذكرها قبل أن نختم قضيتين سريعتين. الأولى مسألة الأسباب. نظرية السببية هي نظرية عقلية في الحقيقة. هناك بعض المدارس تنفي مسألة السببية. ليش؟ لأن فرع على كلامها في القدر. يعني الأشاعرة لما جوني نظرية الكسب قالوا فكرة نظرية الكسب زي شنو؟ زي كأنك جبت شخصين، واحد قوي والآخر ضعيف، وحملتهم حمل، الضعيف مش حيقدر يشيله بروحه، والقوي يستطيع أن يحمله، لكن معونة الضعيف موجودة، فأنت لو نسبت الفعل للشخصين نسبتك صحيحة، لكن في حقيقة الحال لو أراد أن يقوم به القوي لقام. وضحت نظرية الكسب؟ هذه الفكرة متاعها. فهم يروا أن كل الأسباب في الحقيقة هي بنفس الصورة هذه، يعني ليست مؤثرة، لكن الله عز وجل جعل الأثر بوجودها. فيقول لك مثلا المية لما تشرب مش هي اللي تروى بها، لكن المية يحدث الري عندها. النار مش هي اللي تحرق، لا، هي يحدث الإحراق عندها. وهذا المعنى في الحقيقة غير صحيح. وهذا حتى الشيخ هنا أشار إلى قول الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال هذا الجواب وهذا الرد يشير إلى إيش؟ يشير أن الأصل في النار إيش؟ الإحراق، وأن الله عز وجل منعها من الإحراق بأمره جل وعلا. فهذا يدل على نظرية السببية. والحقيقة من الأشياء التي يعني ربما نذكرها اليوم، إن من الأشياء التي أثرت على الأمة هي هذه النظرية.
الأمة لما قامت في حضارتها ابتداء قامت على التجربة والخطأ، قامت على التجربة والخطأ، يعني الحضارة حضارة البشر إنما تقوم على اتخاذ الأسباب. فأنت لما تقول السبب ما يأثرش تخلق في الأمة آلية أنها ترى أن الأسباب غير مؤثرة، تصنع فيها ثقافة أن الأسباب غير مؤثرة، فبالتالي كأنك تحضها على ترك العمل. وخاصة لما يجي حداها مذهب الإرجاء واللي أصلاً يرى العمل ليس من الإيمان والعمل ما هوش ضرورة ويكفي إيمان القلبك، فكأنك تخدر الأمة في دينها وفي دنياها. في الدين تقول لها العمل أصلاً أهم شيء نظافة القلب وما عادش تدور العمل وما عندكش به علاقة، وفي الدنيا تقول لها راهو الأسباب ما تأثرش، قاع مسموحوشك توجيك كل شيء اللي عندك. كما مثلاً بعض المدارس اللي ترى أنك أنت يعني قد يرزقك الله، لا شك أن الله يرزق بغير سبب، لكنه هذا استثناء القاعدة وليست هي القاعدة. الأصل أن آتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، الأصل الإنسان يتبع الأسباب، لكن قد تقع استثناءات. قال لذلك يا مريم أنى لك هذا، يعني لما حدث أن مريم رزقت بغير سبب، قال يا مريم، قالت هو من عند الله، لكن هي مريم ذاتها التي رزقها الله من عندي بدون سبب. لما قال هزي إليك بجذع النخلة ليريها إيش علاقة السبب المسبب، فمن الأشياء في ثقافة الأمة القضيتين هذه، نفي العمل عن الإيمان في ثقافة الدين وأصبحت يعني أضعفت الناس في دينهم، ونظرية السببية اللي هي التعامل مع الأسباب والتعامل مع الحياة بقانون السبب الجعلي كما يقال، أنك أنت تتعامل أن كل شيء يعني خذها يعني تفعل فتنفعل، يعني تقدم شيء فتحدث أثر، هذه الدنيا تحتاج إلى مصارعة. فنفي هذا المعنى فأصبحنا إيش الأمة جمدت في دينها وفي دنياها. فما نعانيه اليوم في الحقيقة ترسبات لمذهبيات ولقواعد نحتاج أن احنا نعيد نقاشها والنظر إليها. للأسف أنا ظننت أني سأكمل هذا الباب، لكن لعل الله عز وجل ييسر لنا اللقاء القادم، وصلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.